حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من اتفاق محتمل، وواشنطن تعدل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. ترامب يصف انتصاراته في الثلاثاء الكبير بالمذهلة، وبايدن يتهمه بالتصميم على تدمير الديمقراطية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أكبر أزمة جوع في العالم. أين؟ في السودان. وإلى التفاصيل مشاهدينا، والبداية من اتهام حركة حماس إسرائيل بمواصلة التهرب من استحقاقات التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 5 أشهر. وقالت الحركة إنها أبدت المرونة المطلوبة لوقف إطلاق النار، وإنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه. وبين الاتهامات والاتهامات المضادة، قالت صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية إن الوسطاء في المفاوضات حول التهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين اقترحوا على إسرائيل وحماس وقف قصير الأمد للقتال يستمر لعدة أيام لبناء الثقة بين الطرفين. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن هذه الخطوة قد تؤدي لاحقا إلى وقف أطول لإطلاق النار. وفيما يتعلق بالهدنة ووقف إطلاق النار، أسامة، عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين، وفقا لنص مشروع القرار الذي طلعت عليه وكالة رويترز. يعكس التعديل الثالث للنص الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين التعليقات التي وصفت بالحادة والتي أدلت بها كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. تريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الأسرى. في ذات السياق أيضا، دعا بيان مشترك لاستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع. كما دعم بيان استراليا وآسيان وكالة الأونروا في تنفيذ تفويضها، وذلك على الرغم من تعليق استراليا لتمويل المنظمة الأممية. على كل يحني للوقوف أكثر حول القرار الذي عدلته الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، انضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق، أهلا بك معنا في أخبار الصباح. الآن الحديث يدور عن تعديل قرار من قبل الولايات المتحدة، تعديل الثالث هذه المرة، يتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار أو وقف مؤقت، وقف فوري لإطلاق النار ما بين إسرائيل وحماس. لكن هنا شيطان كبير في التفاصيل أستاذ طارق، ويعني نرجو أن توضح لنا هذه المسألة. مسألة النص يتحدث عن الإفراج عن جميع المحتجزين، هل تعتقد بأن حماس ستتنازل عن هذه الفرصة، خاصة بأن الجميع يعلم بأن ورقة المحتجزين هي الورقة المتبقية بيد حماس الآن؟ تحياتي لك أولا أستاذ أسامة والأستاذ حنين ولبرنامجكم الكريم. يعني أعتقد أنه هذه رسالة إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج. يعني من ناحية هي ربما هي تتماشى بالتأكيد مع الجهود التي تبذل الآن من أجل التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، ولا شك أنه هذه المفاوضات على الرغم من العراقيل الكثيرة التي تواجهها إلا أنها تقترب من ربما التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان، أي يعني قبل نحو أسبوع من الآن، والعجلة تدور بسرعة. والمهم من الولايات المتحدة هي أن تحاول يعني بذل نوع من الضغوط قليلا على حكومة نتنياهو من خلال فرض هذا الأمر. والجديد هنا هو أن الولايات المتحدة ولأول مرة تستخدم يعني تعبير سيس فاير. هي كانت في السابق تستخدم
يعني أقصد هنا وقف إطلاق النار، ولكن هي كانت تستخدم من قبل في المشاريع التي لم تصوت عليها لكنها سمحت. ولكن أيضا أستاذ طارق، لا يرقى ذلك لمطالب مجموعة الدول العربية روسيا والصين بالوقف الدائم لإطلاق النار، عدم استخدام الفيتو على قرار وقف دائم لإطلاق النار؟ واشنطن الآن تعدل على مشروع لوقف مؤقت لإطلاق النار لستة أسابيع فقط، فما هي حسابات الولايات المتحدة؟ نعم، يعني أنا أقصد هنا أنها لم تستخدم تعبير سيسفار وقف إطلاق النار، وكانت تستخدم تعبير بوز أو توقف مؤقت، وهي هنا تتحدث عن ستة أسابيع، لكنها أرادت فقط أن تقول أنها مستعدة لخلق نوع من يعني الدعم الدبلوماسي لفكرة أن يكون هناك بعد ذلك وقف إطلاق النار دائم، لكنها لم تذكر ذلك في النص بالتأكيد. وأعتقد أن الرسالة الأساسية هو أنها للداخل الأمريكي، لأنه الخطاب الذي قالته هاريس قبل أيام وكان شديد اللهجة بالنسبة للإسرائيليين وتطالب فيه بوقف إطلاق النار، هو كان يسير في هذا الاتجاه. لكن هذا لا يشير أستاذ طارق يعني كما نفهم أنه هناك أي تحول في وجهة النظر الأمريكية. البعض يعتبر بأنه هناك تحول لكنه لا يوجد تحول كما أرى طبقا للنص. النص يتحدث عن الإفراج عن جميع المحتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، هكذا أصلا تتحدث إسرائيل منذ أسابيع مضت. نعم بالتأكيد، والولايات المتحدة هي تعلم أنه يعني حركة حماس لن تكون يعني سهلة في الإفراج عن كل المعتقلين أو الرهائن، وأيضا الإسرائيليين لا يفعلون نفس الشيء، ولكن المشكلة هنا تظل قائمة، وهي تريد فقط كما قلت أنها توجه رسالة إلى الداخل، لأنه إدارة بايدن الآن تلقت صفحة أخرى بعد الصفحة التي تلقتها في ميشيغان بتصويت العرب الأمريكيين وكثير من الشباب والديمقراطيين التقدميين. هناك صفحة أخرى اليوم في ولاية مينيسوتا أيضا نفس الشيء، هناك نحو 18% ممن صوتوا في هذه الولاية صوتوا أيضا لأنكوميتد أو غير الملتزمين. نعم. وبالإضافة إلى تصويت مشابه في عدد أخرى، يعني عدد من الولايات الأخرى مثل نورث كارولينا وماساتشوستس. هذا كله يعطي إشارة واضحة للرئيس بايدن بأنه في خطر وأنه قد يفقد الانتخابات. كذلك عرضة لانتقادات بالطبع غريمه السياسي الأول ترامب الآن في العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة يقول إن هجوم 7 أكتوبر حدث لأن لا أحد يحترم بايدن. سنكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أسامة، كذلك يعني تدور الأسئلة حول الضمان على التزام إسرائيل كذلك بمشروع القرار إذا تم إقراره بالفعل وعدم استخدام الولايات المتحدة. هو السؤال إذا تم إقرار هذا المشروع، المشروع يربط وقف إطلاق النار، وقف مؤقت لإطلاق النار بإفراج حماس عن المحتجزين. نعم. الجميع يعلم أن هذه هي الورقة المتبقية أيضا في يد الفصائل المسلحة في قطاع غزة، وبالتالي هي لن تتخلى عن هذه الورقة بسهولة. ما الذي سيحدث؟ بكل تأكيد هذا ما ستكشف عنه المفاوضات سواء الجارية في قطر أو حتى ما يجريه الآن رئيس الوزراء أو وزير الخارجية القطري في الولايات المتحدة. حماس بحسب بيانها الأخير في ظل الاتهامات والاتهامات المضادة كما تحدثت قبل قليل، كذلك قالت إنها أظهرت الكثير من الليونة مع الوسطاء. إذن سننتظر ونرى ما ستحمله الأيام المقبلة قبل شهر رمضان، والتي من المفترض أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ مع بدايته. أعلن برنامج الأغذية العالمي فشل محاولاته لإيصال أول شحنة من الإمدادات الغذائية الضرورية إلى شمال قطاع غزة منذ أسبوعين، متهماً الجيش الإسرائيلي برفض عبور قافلته المكونة من 14 شاحنة. البرنامج قال كذلك إن القافلة انتظرت لثلاث ساعات عند نقطة تفتيش في وادي غزة قبل أن يرفض الجيش الإسرائيلي مرورها. أما ميدانيا، وسائل إعلام فلسطينية قالت إن المدفعية الإسرائيلية شنت حملة قصف عنيف على منطقة المغرفة في وسط القطاع. القصف الإسرائيلي تزامن مع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس. هذا وأطلقت طائرات هليكوبتر إسرائيلية النار بكثافة لإسناد الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات.
سنستطلع بالطبع كل التفاصيل الميدانية وهذا الاحتدام في الاشتباكات من رفح. ينضم إلينا من جنوب قطاع غزة مراسل العربية أحمد حرب. أهلا بك أحمد. هناك الكثير من الاشتباكات، هناك تكثيف للقصف الإسرائيلي، لو تضعنا في صورة كل هذه التفاصيل من عندك. نعم حنين، ربما القصف المدفعي هو الأبرز منذ ساعات الصباح في مناطق متفرقة. نبدأ من رفح في جنوب القطاع. المناطق الشرقية تتعرض في هذه الأثناء إلى قصف مكثف وعنيف استهدف منازل وأراضي زراعية فارغة، وهناك إصابات تم نقلها إلى مشفى أبو يوسف النجار في شرق رفح. لو انتقلنا إلى مدينة خان يونس أيضا جنوبي القطاع نرى كذلك الأمر، هناك استهداف من المدفعية الإسرائيلية للمناطق الشرقية للمناطق الشمالية الغربية، وأيضا هناك حرق كبير للمنازل من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس، خاصة في مدينة حمد السكنية. المناطق الجنوبية الغربية تتعرض إلى اشتباكات عنيفة بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. عمليا الجيش الإسرائيلي يحكم السيطرة على مدينة خان يونس بشكل كامل. المناطق الوسطى أيضا في دير البلح والمغازي والبريج هناك أيضا استهداف من المدفعية الإسرائيلية بشكل كبير، وأيضا استهداف لمنزل في مخيم البريج أسفر عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات. في أيضا شمال مخيم النصيرات وسط القطاع في منطقة المغراقة، هذه المنطقة التي تعتبر محور تقدم للجيش الإسرائيلي، هناك توغل كبير للدبابات الإسرائيلية وسط أيضا قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل كبير. دير البلح أيضا كذلك الأمر، الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات استهدفت منزلين أسفرا عن عدد كبير من الضحايا. المناطق الجنوبية لمدينة غزة، حي الزيتون، حي تل الهوى، حي الشيخ عجلين في الغرب من مدينة غزة، هذه المناطق تتعرض إلى اشتباكات عنيفة لا تتوقف ولا تنتهي. نعم طيب أسلام. أحمد، هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني، دعنا نتحدث هذه المرة عن الوضع الإنساني. برنامج الأغذية العالمية يتحدث عن أنه فشل في إدخال شحنة من المساعدات إلى الناس في شمال غزة، وأنه الناس يعانون بشكل كبير. حتى تابعنا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس لجأت حتى إلى أكل الصبار. كيف يعيش الناس في شمال غزة في ظل هذه المأساة الكبيرة والشح الذي يصل إلى انعدام حتى أي غذاء، أي وقود، أي مياه صالحة للشرب؟ يعيشون في يعني تعقيدات وكارثية للغاية. نحن نتحدث عن نقص في كل مقومات الحياة الأساسية، المياه، الدقيق، الطعام، كل شيء. أكلوا حشائش الأرض بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مدينة غزة، سكان مدينة غزة وشمالها. نحن نتحدث من 600 إلى 700 ألف مواطن في هذه المنطقة الشمالية لقطاع غزة يعانون بشكل كبير. التقارير الأممية تقول أن طفل من بين 6 أطفال يعانوا من نقص في الجفاف وقلة الأغذية، أكثر من 15 طفل توفوا نتيجة هذه السوء التغذية والجفاف في مشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وبالتالي كل التقارير الأممية تقول بأن الأوضاع مأساوية وكارثية للغاية في مدينة غزة وشمالها. هناك الكثير من الاتصالات والضغوطات، خاصة من وكالة الأونروا، برنامج الأغذية العالمي، الهلال الأحمر الفلسطيني، يسعوا من أجل دخول مساعدات خاصة الدقيق إلى مدينة غزة وشمالها، ولكن كل هذه المحاولات باءت في الفشل نتيجة القيود الإسرائيلية، التعنت الإسرائيلي في إدخال هذه المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أوقف إرسال المساعدات نتيجة الاستهداف وإطلاق الرصاص على طواقمه التي تقوم بإرسال المساعدات إلى مدينة غزة. بكل تأكيد الوضع الإنساني صعب للغاية، خاصة في شمال القطاع، كما قلت. بالفعل يا أحمد، بشكرك شكرا جزيلا. الزميل أحمد حرب مراسل العربية كنت معنا من رفح جنوب القطاع. يبدو يا حنين بأنه مسألة التجويع، مسألة الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب هي سلاح إسرائيلي أضيف إلى قائمة الأسلحة الإسرائيلية في هذه الحرب، إضافة إلى التهجير والقتل. بالطبع الأمم المتحدة في تصريحاتها قالت إن هناك مجاعة واسعة النطاق يتعرض إليها سكان غزة، لا مفر منها، خاصة كما قلت في شمال. نتمنى أن يكون هناك حل لهذه الأزمة على الأقل قبل شهر رمضان المبارك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. واشنطن بوست تقول إن زوجة زيلينسكي رفضت حضور خطاب حالة الاتحاد.
لدينا أيضا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يعتبر مشروع القانون الذي قد يحظر تيك توك غير دستوري. أهلا بكم من جديد إلى الانتخابات التمهيدية الأمريكية الثلاثاء الكبير. وقبل النتائج سنتحدث عن التصريحات وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم انتخابات الثلاثاء الكبير بالليلة المذهلة، وذلك بعد تحقيقه انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهيدية. ترامب قال أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا إنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسب على الإطلاق وفق تعبيره. صحيح هانين، هذا فيما يتعلق بالحزب الجمهوري وترامب. على الجانب الآخر طبعا فيما يتعلق بالديمقراطيين وجو بايدن، قال جو بايدن أن ترامب مصمم على تدمير الديمقراطية الأمريكية على حد تعبيره طبعا، وأن الرئيس السابق سيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة، ذلك بعدما سجل الطرفان انتصارات كبيرة في انتخابات الثلاثاء الكبير التي ستقودهما إلى مواجهة رئاسية جديدة. كذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكي رفضت دعوة من البيت الأبيض لحضور خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن يوم غد الخميس. كان القصد من الدعوة وفق الصحيفة هو جلوس السيدة الأولى جيل بايدن بالقرب من زيلينسكي ويوليا. وأرملت زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وفقا لمسؤولين مطلعين على الترتيبات. هذه قصة ثانية، ولكن في الحديث عن نتائج الانتخابات التمهيدية هناك اكتساح لترامب بنتائج الحزب الجمهوري. ترامب في هذه الانتخابات حقق يعني نجاحا كبيرا ربما لم يقارن أو لم يسبق له مثيل حتى فيما يتعلق بنجاحات الحزب الجمهوري. فيما يتعلق بالمنافسة، هناك منافسة في الحزب الجمهوري لكن لا يوجد منافسة تذكر في الحزب الديمقراطي. الرئيس جو بايدن حقق نتائج كبيرة، خاصة أنه لا يوجد منافسين بالكاد كبار ينافسون بايدن. أما ترامب حتى هذه اللحظة بكل تأكيد هو غاضب للغاية من نيكي هيلي المستمرة حتى هذه اللحظة، لننتظر ونرى ما الذي ستسفر عنه الفترة المقبلة يعني بالنسبة لنيكي هيلي. بحسب وجهات النظر وكذلك يعني النظرات على هذه الانتخابات بأن الانتخابات أثبتت أن ترامب يبقى عراب الحزب الجمهوري حتى الآن. الآن هناك حديث حتى عن أنه ماجا باتت تعد أكبر من الحزب الجمهوري، الحركة ميك أمريكا جريت أجين التي يعني تحظى بدعم كبير من ترامب. نذهب هذه المرة إلى السودان. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي. المعارك أوقعت آلاف القتلى وأدت أيضا إلى نزوح 8 ملايين شخص داخليا وخارجيا. وفق برنامج الأغذية العالمي فإن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن. وفي تونس قصر أولاد سلطان بني في القرن 15 من الطوب اللبن كان يستعمل آنذاك لتخزين المؤن من المحاصيل الزراعية. صحيح حنين، الطابع المعماري الفريد شكل عامل جذب كبير للسائحين وكذلك صناع الأفلام، خاصة أنه شكل محطة من محطات تصوير الفيلم الأمريكي الشهير ستار وورز الذي يتمتع بسمعة كبيرة على مستوى العالم. من هذه النقطة تبدأ حكاية تجمع بين العراقة وفن العمارة. قصر أولاد سلطان واحد من القصور الصحراوية في ولاية تطاوين التونسية، قبل 400 عام شيده السكان ليستعمل كحصون ومخازن للمؤن، أما اليوم يقاوم الزمن ليبقى شاهداً على تاريخ عريق وأرث حضاري لجذب السائحين وصناع الأفلام. قصر أولاد سلطان اللي معناها تعرف خاصة بمعناها تثمينه السياحي اللي هو معناها كان محطة من محطات تصوير حرب النجوم اللي هو أحد أهم الأفلام اللي تصور في بعض في العديد من المناطق في الجنوب التونسي منها منطقة قصر حدادة كذلك، وكان ميزة من ميزات لابلانيت تاتوين اللي مشهورة في العالم أجمع. هذا الفيلم اللي عنده معناها صيت كبير في العالم.
150 قصراً صحراوياً في حوزة تونس التراثية، بعضها جبلي وأخرى سهلية، لتشكل جميعها إرثاً تاريخياً عريقاً للبلاد. القصور هذه عادة تستخدم للقبائل والعائلات ليحمل كل واحد منها اسم قبيلة، أشهرها قصر الحدادة وأولاد دباب وبني بركة، لكن قصر أولاد سلطان خصص لتخزين المؤن والمحاصيل الزراعية. معروفة أساساً بمعناها بالطبيعة المناخية اللي تميز المنطقة هذه، واللي خلت سكانها يعتمدوا أساساً على الترحال بحثاً عن المرعى والكلاء. لذلك ابتكروا معناها تقنية الإنشاء هذه اللي هي عمارة القصور، اللي الهدف منها أساساً كان هو تخزين المؤونة. مهرجان القصور الصحراوية حدث سنوي ثابت في تونس، ليصبح قصر أولاد سلطان منارة من منارات السياحة، ويميز الجنوب التونسي كوجهة سياحية فريدة ومتنوعة تلبي رغبات الزوار. يرنا حامد، العربية. إلى بريطانيا، حيث جدل كبير. السبب في هذا الجدل هو قرار بمنع الهواتف النقالة في المدارس. عروب عبد الحق لديها الصورة الكاملة من هناك. سلام وكلام ومن ثم لقاء، هكذا انتهى يوم مدرسي طويل لنورة وصوفيا، وانتقلتا من بيئة مدرسية حاضنة إلى حضن أمهما الدافئ. في مدينة يقطنها أكثر من 9 ملايين نسمة، الهاتف النقال أصبح ضرورة ملحة لما يقارب 97% من الأطفال ما دون 12 من العمر، يتنقلون بين المدرسة والمنزل عبر الحافلات ومترو الأنفاق. ضروري أنه مثل إذا في حدا عم بيح is following you أو إذا أنت كيدنابي فيك تلفني للماما وللبابا وفيك تلفني لل 999، وبعدين ما بتعرف وين لازم تروحي، بس بعدين إذا عندك موبايل فون فيك تشوفي بماب. One of the biggest issues. لكن ريشي سوناك لا يشاطر نورة وصوفيا الرأي. Every day is the رئيس الوزراء البريطاني لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لإيصال إرشادات حكومته. لا هواتف نقالة في المدارس. Almost one third of secondary school pupils said their lessons were disrupted by phones. والدا نورة وصوفيا لم يسمحا بعد بحملهما هاتفا نقالا إلا مؤقتا لصغر سنهما، وإدراكا لمخاوف الهواتف النقالة على الأطفال. مرات وعم تمشي وما عم بتشوفي وين عم بتروحي فيك تفوتي بحدا. دراسة كشفت أن الاستخدام المتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي مثلا يزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنحو 10%. أنا بدي أجيب تليفون كمان، بدي أحكي مع الأنتي تبعي لأن هي بالقطر. نورة وصوفيا ابنتا عصرهما وتصران على امتلاك هاتف النقال، فمن يقف بوجه هذا الجيل الجديد؟ ريشي سوناك في المواجهة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. وصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي الذي قد يحظر تيك توك بغير دستوري. ومن المقرر أن تصوت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب على مشروع القرار المقدم من الحزبين، والذي يقول مقدموه أنه يعود لدوافع تتعلق بالأمن القومي. ختام أخبار الصباح مشاهدينا. إلى العناوين. حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من اتفاق محتمل، وواشنطن تعدل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. ترامب يصف انتصاراته في الثلاثاء الكبير بالمذهلة، وبايدن يتهمه بالتصميم على تدمير الديمقراطية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أكبر أزمة جوع في العالم، هذه المرة في السودان. شكراً مشاهدينا على حسن متابعتكم، إلى اللقاء. في أمان الله.